انت شاويش الطريقة. ايوه. يعني ايه بقى شاويش الطريقة؟ شاويش الطريقة مع القدوة. شيخ القدوة هو ما ايه؟ يتجد الأوامر، نحن معاه بقى. انت تنفذ، انت بتنظم. اول يؤمر نحن ننفذه. بس انت دورك كبير في الحضرة، يعني انت والله اللي... كل واحد على قد. على يعني انت ايه بتجمع الناس. كل واحد عنده مهمة. وبتتصل بالناس. بأمورنا القدوة بأمورنا، نحن علينا ايه؟ ننفذ. فات باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. طب قول لي الترتيب، انتوا ليه بدأتوا قاعدين وبعد كده وقفتوا وبعد كده قعدتوا؟ قعدنا. ايه الحكاية دي؟ بعد تنتهي الحضرة اقعدوا. يعني قول لي، يعني احنا دلوقتي هنبدأ حضرة. أول حضرة جلالة، هي لا إله إلا الله، الله جلالة جلالة. بعدين نوقف. هو القدوة يؤمر تقوم. القدوة من عنده اللي هو الشيخ عبد الرحمن. أيوة هو اللي يؤمر. هو يؤمر. نوقف. وبعدين نستفعل الحاضر. يخش واحد في الوسط يمسك الحاضر. ده دوره إيه اللي بيمسك بيشاور ده؟ خلاص يبقى الحاضرة بتاعته، اللي في الوسط ده يبقى الحاضرة بتاعته. هو اللي يغير، هو اللي يبدأ. هو اللي يغير. ما تقلنا قصيدة في الأول. هو اللي يبدأ، هو اللي يغير. هيغير اللهجة. مش غير اللهجة. هو اللي غيرها. يبقى الحضرة بتاعت مين؟ اللي في النص ده. النص في الوسط. ليه اسم ده حق بكرين؟ هو المريد برضه. مريد برضه. مريد معانا. معانا. وإزاي هو؟ مين بيقدمه؟ القدوة برضه هو اللي يقدمه؟ القدوة هو اللي. هو اللي اختاره؟ أيوه. يقول لك تعالى. تعال انت. انت اللي تفتح. انت اللي النهارده. ايوه. وليكوا علم؟ عندكوا اعلام ولا؟ عندنا علم. اخضر علم. برضو اخضر. عندنا علم. دايما العلم اللون الاخضر في الصوفيه. البيت بتاع الطريق. بتاع الطريق. في الخلوه. في الخلوه. في الخلوه. لا اله الا الله. لا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حرام على قلبي ما حبت غيركم كما حرمت يوما لموسى المرضعون. لا لأن لقى الأحباب به المنافعون. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله.